بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة ام دود اتنين. ان شاء الله حبيباتي نهار اليوم ما رحيش نعمل وصفة، بس راح نعملوا فيديو صغير على هالآلة هذه او الخلاط اليدوي اللي ممكن تكونوا شايفينه في السوق وما يعني ما متولهتوش ليه وما شريتوش. راح ندير لكم الفيديو هذا ان شاء الله، بنقول لكم اللي شفتو تخرج تشري راهو يعني يعادل ولا نتيجة تاع الخلاط تاعو راح تعادل للغبو تاع الماركات العالميه. راح نديروا تجربه مع بعض وتشوفوا بعينكم. عندنا نوعين هما نفس الشيء، داكو. عندنا هذا الاول، هذا يهز لتر، هذا شويه عريض، وهذا يهز لتر ونص. شوفوا هنايا اسنان كيف يخلطوا حبيباتي. الا كان شفتوه في السوق اشريوه، درك نبرهن لكم باللي النتيجه اللي يعطيها رائعه. هذا الاول وهذا اخر. شوفوا كيف هذا عنده زوج نفس الشيء، وهذو هنا يتخالفوا فقط. هنا ثلاث بيضات، انا باه ندير لكم ان ديمونستراسيون برك، ولا باه ندير لكم باش تشوفوا النتيجه اللي راح يعطيوها يعطيها الخلاط اليدوي. قبل ما تشروه جربوا وتشوفوا. هنا راح نفس، عندي ثلاث بيضات ندير لكم غير مثال، نفس الصفار عن البياض ونرجع لكم. بسم الله. سي لو جون ici et le blanc là-bas. فصلنا صفار عن البياض. صفار دائما نضربوه، لكن استعملنا نفس الروبو نضربوا الصفار فيما بعد. هنا البياض قرصة ملح نهزو الضراب أو المضرب اليدوي، أنا متأكدة كاينين في البلاد النوع هذا، ونبدأ نخلط. تقدري حبيبتي تفرجي المسلسل تاعك وتضربي البياض تاعك. هنا تبدأي تضربي دقيقة واحدة يكون البياض طلع تمام. هنا 30 ثانية شوفي النتيجة. أنا راح أكمل دقيقة وشوفوا وين يوصل بياض البيض. شوفي حبيبتي بياض البيض تاعنا. هنا لما يعود عندك آلة كيما هذه وحابة تدخلي ديري كيكة إسفنجية وتخلطي صفار مع السكر غير بالشوكة وتطلعي البياض في آلة كيما هذه، هي يعني دير الاثنين. شوفي هذا دقيقة واحدة، أنا نعطيك نتيجة تشوفيها. درك راح نحطو صفار. هنا الصفار راح نرجعوه أبيض كيما نقولو بلونشيغ ليزو. نفس الشيء نضربو. هذه حبيبتي بعد ما طلعنا بعدما غيرنا لون صفار البيض، شوفوا كيف انا ما حطيتش السكر على هذاك ما طلعش تغير اللون، لكن لما تحطي السكر راح يتضاعف الحجم طبعا. شوفي وهنا البياض، شوفوا البياض، شوفوا هذه آلة يدوية انا متأكدة مليون بالمية راح تكون عندكم في البلاد ولا في الدول العربية موجودة اكيد. هي يعني آلة تقدري تستغني عن لي غوبو، يعني اللي ما تقدرش تشتري لي غوبو غاليين هذا يقضي الغرض. شوفوا يعني في دقيقة واش درنا بيه. نتمنى حبيباتي هذا الفيديو الصغير والقصير يعجبكم وتستفادوا منه. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم.